الصحافه المعروفين. هسه احنا وين؟ احنا وين؟ انا جيش. انت وين؟ انت في ارض فلسطين. في ارض فلسطينيه. طيب انت في ارض فلسطينيه وانت بتعرف هذا الحكي. بدليل هيو شو محطوك هذا الطريق تؤدي الى اماكن فلسطينيه. من هين لجوا يعني انت في اماكن فلسطينيه. شو يعني هيك صرت انا فلسطيني وهيك صرت انا في ارض اسرائيل؟ ايش يعني خطوه اللي بنقسمها بالصمت على الارض؟ بشوفك على التلفزيون كل منطقه انت قبل كل منطقه فيها مواجهات بتلاقيني. ايش مجال؟ كلانديا الروان. وين مكان؟ بالعين يعني النبي صالح راس كركر هون. طب ليه مصور زيه انا بشتغل معه وبشتغل معي ضربته مطاطه في رجله هي ومكرسح في المستشفى بالضبط. مصور انت ضربته اسمه فادي الجيوسي ضربته على حديث كلانديا. اخوه لجهاد يعني؟ لا نفس العيد بس ضربته مطاطه في رجله مع انه كان قريب على 10 امتار من هون يعني زي هون. وين هاي هون؟ لا في كلانديا قبل 4 ايام كنا لابسين لباس صحفي وضربته علينا. لا انت الاوراني. مين اللي عامل كذا ضجه وازعاج؟ الاولاد. انتوا مش عاملين ضجه وازعاج؟ انتوا المشاكل عاملينها. هو على خاطره يا زلمه يا زلمه بده فوق. طب بده فوق يلا فوق.